Video. Heute haben wir ein neues Challenge für euch. Ronis Challenge. Jeder sucht sich eine Farbe. Diese Farbe, was er ausgesucht hat, muss er anziehen, muss er kaufen, muss er essen. Ich habe die Farbe grün genommen, weil ich nicht mag. Schwarz. Das sieht, wir gehen jetzt zu Rewe und dann gucken wir, was unsere Farbe gibt. Und dann kaufen wir gleich da. Und ja, bevor wir anfangen, bitte drückt auf Plus und Subscribe. Los geht's. Guten Tag! اليوم رجعنا لكم في فيديو جديد. اليوم رجعنا لكم في تحدي جديد. هو التحدي هو كل واحد يختار لون وهذا اللون اللي اختاره راح يشتري بيه راح ياكل بيه وراح يلبسه. انا اختاريت لون الاخضر. انا لون الاسود حتى حذائي لون الاسود. وانا حتى لبس بطرون وجاكيت وهاي. هسه احنا حنروح للماركت ونشوف اللون اللي احنا اختاره اذا اكو حتى نشتري. وراح نحطها موقت على مود نقدر نشتري الالوان اللي بالاسود. ما يحتاج يعني. بس قبل ما هذا الفيديو لا تنسوا اللايك شير سبسكرايب. وعم شي سبسكرايب. ويلا خلينا نبلش. شفتنا على الماركت. Jetzt sind wir schon bei Rewe angekommen. هسه راح نختار ونشوف اللون اللي اختارينا اذا اقصد. Jetzt drehen wir uns im ganzen Rewe. Dann gucken wir, welche Farbe es gibt. Oh, hier fängt das an. Ob ich die Zermone habe, ich habe mir so eine Zitrone grün genommen und ich weiß nicht. Und nichts finde ich ja schwarz. Das ist schwarz. Okay, das ist schwarz. Jetzt muss ich auf eine andere Seite. Oh! Ich habe. Hast du halt die Bäden da? Hier haben sie, oder? Ich kaufe mir diese kleine Gurke. Ich nehme mir so etwas, aber wie heißt das? Weiß nicht. Okay, das lege ich jetzt da. Jetzt hole ich mir so eins. Du hast da halt die Blitzschiene nur Eswert. Ich habe schon was, oder? Bis eine Bade mal geht, sie auch los. Haha. Eine Zwerg von Jakob. بس ليمونة. لا مختار اللون احمر عشان لقيت ما تسلى. اوكي Jetzt sind wir bei den Nudeln. Hast du eine Dynamik Endomias? Ich stelle den Rede. Wann ich stelle ich habe den Endomias? Ich stelle mir habe den Endomias. Ein Lieb Akbar. Ein Lemon Akbar على Endomias. Hallo, Andi. Hast du Gibne? Gadana. Hast du Hanjib Ashana und Snacks? Und Hast du بعد شن اللون؟ لأنه ما ضاق الكشيء حلو أسود. يعني هسه راح هذا مو مشروب. مش اسمه بجو احمر. لا انا ماكو شيء اخضر. يعني هروح على هذيك الجهة. نانا واشوف اوريو. أسود؟ هذا أبيض. أديان أوريو أسود. أخضر كرمالي أخضر. هذا أخضر. أوه يس. أنا ما أحب الأوريو الأخضر. أنا أحب الأوريو الأحمر. شوف ليش نكس. هجيب هذا وأكل بس اللون الأخضر. شو ميديس جيلاتينو أنت اسمه جس غرينة. دا أست إتوس شوارت. أكو شيء أسود. يعني عندنا سلة متروسة أسود وأنا أخضر. خشوف إذا أكو كعك. راح أجيب من هذا. يشون مين سوانتي؟ أوه شو كولا. In dieser nächsten Seite finden wir
شوكولاتة ونسو هاي تقول كاكاو هنشوف هنا نعم تشبه إذا أقش Jetzt gucken wir, ob da etwas schwarz ist. أنا بتحايل شوكولاتة بس للأسف ماكو أخضر بس هذا الشيء كان أفضل أنا نجيبه ما لقيت أنا شيء على أسود تشيبس وين؟ أنا ماكو تشيبس بلا أنا عندي هسه راح أغرس تشيبس لقيته هو أسود اسمه دوريتو هذا الحار وهذا هذا أخذ هذين الاثنين وأنا أخذ هذين يعني أجي للأسف ما بلا عندي شيء أخضر أجا ولا شيء بس بع البار أجا ولا شيء باع كل شيء أخضر وبعاني بعاني أوكي وال شيء همزين اختاريت اللون الأسود الكهسة خلاص شغلات هم طبعا سامي الكاكاو لقيت هذا حتى تفشل اكو ماكس حجيب واحد منه واو ماكو شيء اخضر انت ليش اختاريت هذا بلا انا جبت شوكولاتة شوكولاتة اخضر انا جبت واحدة من هاي تجيب غير نوع اكو هذا النوع اسود اخضر اكو اسود اثنان ماكو هنا اوه اوكي جيبيها او ريدت هذا بس هذا على شكل براون والله انا ابغى الاسود ماكو انواع بس طلع افنان والله همزين هذا اللون احلى اليوم راح اشتري خلينا نروح نشوف لم الموب اذا موبا سودا تكون هي عتها لون الاخضر شنو شيء أخضر بس ما أعرف يعني من شيء منع أوكي أنا راح أروح أشتري أنا بروح من المطار شيء أخضر لقيت شيء أخضر بس هذا بيا بس أنا حأخذ بس هاي بلحق أجيب من هذي تبع هسه لقينا موكا لقيت كون فليكس أجل هذي تطلني هذي تبع لأنه هاي على لون أسود متأكدة هاي؟ إيه هاي هاي ناخذها هاي لو هسه احنا نجيب بس الشياسة أخضر ونفوت جوا نشوفه واو من نرجع نحب نراويكم كل غراضنا اللي جبناه ويانا شوف العصير بكرة رح نعصر بس انا متاكده من متاكده اني كنا شرب شاي اخضر اليوم اشرب بس اليوم ما عندي شيء غير الشاي الاسود رح اشرب انت تلقين شيء اسود قهوه ماما تحب القهوه هسا جينا نعمل عصيرات رح ناخذ لنا عصير. فاجي راح تاخذ فانتا وانا كولا. هذا اخضر وهذا اسود. احنا يم العلوج. احنا يم العلوج. وانا جبت لي هاي الصغيرة. فنشوف لا هاي مو خضراء هذا مو اسود. اي شيء اخضر قلت اسود جبته واني مال اوكي لقيت هذا فاهم اخضر حجيب لي هذا العيش الاخضر اني مكاني متروس يعني اليوم راح اكل هذا كل شيء بس بلون الاسود ولبس اسود يعني فيلم اسود طريق اوكي هسه هنجي يم الشامبوات هذا مو لون الاسود ما بقى شو اسوي بالزاهي يعني بقى هذا الزاهي ما زلم انا شو اسوي ما زلم لازم اخذ هذا اوه هذا ما زلم بس
هسه اجينا يم الشامبوات راح نشتري لنا الشامبو نفس لونه. هذا هم اسود وانا جبت لي شامبو اخضر ومن جوا حتى اخضر يعني تفضلي. وصلتي فولة كلها اخضر الكاسرية يمكن تتفاجئ تقول شنو هالالوان؟ كل شيء اسود يعني اليوم راح اقعد انا على كل شيء اسود. ومن نرجع للبيت راح راح نجرب الاشياء كلنا وياكم اللي جبناها. خلي الكاسرية الاظافر اسود. هسه جينا يم صبغ الاظافرات نشوف اللون حتى هذا مو اسود. جيت سمي بعد النيجينج كوم دي فاب مو نسال اللون ساين فاب او سو ايش هذا ده اشواف. جينا يم صبغ الاظافرات راح نختار لنا اللون واللي جيت انا اوكي هذا اخضر وهذا اسود. ذس از جرين اند ذس از شفاف. هاي تي تي اشواف ام اي ثينكينج فاب اليس. اوكي باتوين فلتر؟ لا بعد. او بامباس. اوكي سو راح نفلتر بعد شوية. اذا اتعب اقول هنا. انا خلصت. خلصت. اشترينا كل الغلاب وراح نروح للبيت وياكم وراح نجرب كل الاشياء اللي جبناهم وياكم حتى تشوفوا. نجرب كل الاشياء وياكم ونذوقن وياكم. ايش انا ما اعرف منو حشو ايش شنو يعني غلابة هاي ماتك. وهسه رجعنا على البيت وهذول كل الغراض بس شوي هنا لان ان شاء الله ثاني مره راح نعيد نفس الفيديو وان شاء الله نلقى هواي غراض لان ما لقيت هواي شغلات سودات لانه هذني كلينه هسه صار وحزني غراضي جبت هي اللون اخضر اللي بس لون اخضر واي اشياء جبت جابت هي لي حتى شوي قليلات ان شاء الله حتى بغير فيديو نختار غير الليمون. انا عرفت ليش اختارت اللون الاخضر لانه هي تحب الليمون. هذه مال سبايدر مان جبتها لانه هي سودا خلطها اصفر واخضر اصفر واخضر طعمها هذا الشبس شوف اوكي هذا ماتي
من 10. هسه هنذوق المشروبات. انا عندي فانتا من كولا. هسه هنذوق المشروبات. غاز. غازه وايد بس طيب. هسه هنذوق جيلاتينات الحلا. أكثر هنذوق هذني وانا هذوق هاي النسكلة. بالنعناع وليس جدا. هسه انا راح تاكل هاي المسكلة وانا اكل هذا المسكلة. انا مرس انا احب الكراميل. اوكي ماشي تاخين لازم تنتظرين اوكي بسم الله. هسه احنا متانين الاندومي حار حار. هسه هنظبط اظافرنا. هذني اظافرنا اني اللون الاخضر واثنان اللون الاسود. ان شاء الله عجبكم. هسه راح اكل بعدين على ذات الباتر. ماما تطبخها. هاي ماما تطبخها وانا ما احبها. وهسه انا هذوق هذا وياكم. هسه جبت هالالوان بس ما يصير اكل الالوان بس لازم اكل الاخضر. هذا اسود كله بلون طعم النعناع. مستحيل بعد اخضر ام اخضر. انا احب الاخضر فاختاريته. هسه حكسرها بيدي. اوكي واو اوكي هاي الليمونه هنا صار ما ادري هسه لازم احف عليه. هكا بدا اليوم. ان شاء الله استمتعتوا حبيتوه. اذا حبيت لا تنسوا اللايك وشير سبسكرايب واهم شيء سبسكرايب. وإذا حابين